أهلا بكم أعزائي المشاهدين في تغطية لأخبار وأنشطة القوات المسلحة خلال الأسبوع. عاد إلى مصر وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بعد زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. كان وزير الدفاع قد ترأس الوفد في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، حيث أجرى العديد من المباحثات المهمة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. كما استعرض سيادته حرس الشرف، وكان في استقبال سيادته الفريق أول وي فانغ هو عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني. وأجرى القائد العام للقوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين في مجالات التسليح والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية على كافة المستويات. وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية، لا سيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والصينية تجاه دعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. كما أشاد وزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف الجوانب، مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المتبادلة بينهم. وقام الفريق أول محمد زكي بحضور مراسم الافتتاح لمنتدى زيانغشان الدولي بحضور عدد من وزراء الدفاع من مختلف الدول. وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة أكد فيها على ضرورة تعميق التعاون الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى حتمية سن قوانين للحد من انتشار الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة. كما التقى الفريق أول محمد زكي في وقت لاحق بوزير الأمن العام الصيني، حيث تناول اللقاء بحث ملفات التعاون الأمني في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقام بزيارة القاعدة البحرية بشنغهاي وتفقد عدد من الوحدات التابعة للقوات البحرية الصينية، مشيدا بما تتمتع به القوات البحرية الصينية من قدرات قتالية عالية. شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاة الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية، وذلك بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لأحد تشكيلات المشاة الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية. بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية تحت مختلف الظروف. وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها حرص مقاتلي المنطقة على الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي لكافة التشكيلات والوحدات، يملأهم العزيمة والإصرار على تنفيذ ما يكلفون به من مهام بروح معنوية عالية. وقام القائد العام بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عددا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة، وأشاد بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة المركزية العسكرية والاحتياط المستدعى.
ونقل القائد العام لرجال المنطقة المركزية تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس. وأشار الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا غير مسبوق نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لزيادة قدرتها القتالية، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم وفي يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة. وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد قام بالمرور على الإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات والروح المعنوية لرجال المنطقة المركزية بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. حضر إجراءات التفتيش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من الدول الإفريقية ودول حوض النيل. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الدفاع الكينية ريتشل أومامو، حيث عقد الوزيران لقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية، كما تناول عددا من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين. من جانبها أشادت وزيرة الدفاع الكينية بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي. انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك فجر الشرق واحد بمشاركة عناصر من القوات الخاصة للبلدان الثلاثة وعدة دول بصفة مراقب. يهدف التدريب الذي يقام في باكستان ويستمر حتى 8 نوفمبر الجاري إلى الارتقاء بمستوى التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في عمليات التطويق والبحث والتفتيش وكيفية اكتشاف المفرقعات ومواجهة العبوات الناسفة والتدريب على الإسعافات الميدانية. اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 5 والذي نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب القتالي بالمنطقة الجنوبية العسكرية. اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 5 والذي يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين. وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية نوعية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية، حيث بدأت المرحلة بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والمعاونة الجوية. أعقبه دفع مجموعات الاستطلاع لتدقيق المعلومات عن العدو وتحرك عناصر المهندسين العسكريين لتأمين محاول التقدم، وقامت تشكيلات من الطائرات الهليكوبتر بتنفيذ الإسقاط لعناصر المظلات والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات الصاعقة المصرية والأردنية لتطويق القرية وقطع الإمدادات وتنفيذ الاقتحام الرأسي لتحرير الرهائن المحتجزة. وفي نهاية المرحلة نفذت قوات المظلات للجانبين قفزة مشتركة بأعلام الدولتين. تزامنت تلك المرحلة مع تنفيذ القوات البحرية المصرية والأردنية لعدد من الأنشطة البارزة تضمنت تنفيذ تدريب مشترك لاقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية على ساحل البحر الأحمر، وقام تشكيل من الهليكوبتر بتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من قوات الصاعقة لاقتحام الجزيرة والإغارة على عدد من الأهداف وتدميرها. بالتزامن مع وصول سفن الإبرار وإنزال القوة الرئيسية من المشاة وأسلحة الدعم التابعة لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية،
حضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية وعدد من الملحقين العسكريين وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك سهم الصداقة واحد والذي تنفذه قوات الدفاع الجوي بالبلدين للمرة الأولى ويستمر على مدار أسبوعين. انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك سهم الصداقة واحد والذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الأولى ويستمر على مدار أسبوعين بجمهورية مصر العربية. بدأت المرحلة التحضيرية للتدريب بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتي تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة وكذلك تنظيم محاضرات تعريفية بإمكانيات قوات الدفاع الجوي المصري والروسي وذلك لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين والتدريب على الاستخدام التكتيكي لمعدات وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة. كما تم تنظيم حفل افتتاح بحضور الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي والذي تفقد معرض معدات الدفاع الجوي المصرية والروسية المشتركة في التدريب وألقى قائد قوات الدفاع الجوي كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مرحبا بعناصر الدفاع الجوي من الجانب الروسي وموضحا أن تنفيذ التدريب للمرة الأولى على الأراضي المصرية يؤكد على عمق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الممتد عبر التاريخ لتحقيق أشرف وأنبل المهام القتالية لحماية سماء مصر. وألقى قائد قوات التدريب المشتركة الروسية العقيد فاليري تشيرينيش كلمة أكد فيها على عمق علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع البلدين الصديقين مشيدا بالنتائج التي حققتها قوات الدفاع الجوي المصرية في مسابقات المباريات الحربية. يأتي التدريب سهم الصداقة واحد استكمالا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة وبما يساهم في دعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر. تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية من بينها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. تأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الفرنسية. حلت مصر في المركز 19 من بين 122 دولة في دورة الألعاب العسكرية والتي استضافتها الصين، وحصدت مصر 9 ميداليات متنوعة من بينها ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات، وذلك في ألعاب الخماسي الحديث والمصارعة والتايكوندو والملاكمة. كان هذا مشاهدينا عرضا لأنشطة وفعاليات القوات المسلحة خلال الأسبوع الماضي. شكرا لكم، إلى اللقاء.